في إطار الاستعدادات المتواصلة للجيش الوطني اليمني لإنهاء التمرد الحوثي، تفقد القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني الفريق محمد علي المقدشي قوات الأمن الخاصة بمعسكر أم ريش في محافظة مأرب. وفي كلمات ألقاها أمام قوات الأمن الخاصة، أفاد الفريق المقدشي بمستوى الجاهزية التي تتمتع بها هذه القوات ودورها المرتقب في تحرير جميع أنحاء اليمن من براثن ميليشيا الحوثي. لقد كان لزملائكم في محافظة مأرب وفي قيادة القوات الأمن الخاصة والتي شكلت حديثا دور كبير في دحر العدوان ودوري في مساندة زملائهم في القوات المسلحة وأبناء المقاومة الشعبية، واستطاعوا أن يدحروا العدو. وعلى صعيد الأوضاع الميدانية، أفادت مصادر محلية بمقتل العشرات من المتمردين في غارات للتحالف ومعارك ميدانية في محافظة البيضاء. وأضافت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت بإسناد من طيران التحالف من تحرير جبل مسعود شرقي البيضاء. في غضون ذلك، نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة اليمنية تجاه نجران السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن الصاروخ تم إطلاقه بطريقة عشوائية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مضيفا أنه تم تدمير الصاروخ دون وقوع إصابات من الشظايا المتناثرة. وخلال الساعات الماضية، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تكثف من عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة وتسريع توصيل إمدادات الإغاثة.